يقول السائل: هل يجب على المسلم الذي يعيش بين الكفار، هل يجب عليه أن يبغضهم وأن ينفر عنهم، أم أن الواجب عليه أن يحسن إليهم؟ إذا أحسنوا إليه يحسن إليهم من باب المكافأة، من باب المكافأة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذا من باب المكافأة. ما ولا تحبهم، لا تحبهم لكن تكافيهم على إحسانهم ومعروفهم. نعم.